عاجل لاسارتي يفجر مفاجأة. جيريالدو فقد الذاكرة بعد إصابته أمام طلائع الجيش. كشف مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي عن حالة الأنجوري جيريالدو بعد تعرضه لإصابة قوية أمام طلائع الجيش في لقطة هدف وليد أزارو مع نهاية الشوط الأول والتي تسببت في تغييره. جيريالدو يتعرض لفقدان مؤقت في الذاكرة. وقال لاسارتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: جيريالدو تعرض لفقدان ذاكرة مؤقت، اللاعب الأنجولي غير متذكر ما حدث وهو حاليا في حالة أفضل. وأضاف: فضلنا استبداله ما بين شوطين بعد ملاحظة وجود ألم في رأسه، وسنعمل على متابعة حالته للإطمئنان عليه. وصنع جيريالدو الهدف الأول للأهلي بعد تمريرة حاسمة لوليد أزارو قبل أن يصطدم به محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش بقوة، مما تسبب في مغادرته للقاء، وحل بدلا منه حسين الشحات مع بداية الشوط الثاني. يذكر أن الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة 64 ليتساوى مع بيراميدز في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، ولكن للمارد الأحمر مباراتين مؤجلتين، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 34 في المركز الثالث عشر.